ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن الفيديو المنتظر اللي بنات جدا كتير جدا طلبته مني وانا اتاخرت شويه فيه، وهو رايي او انا ليه اشتريت فون اسمه ايه دوت برايمر بتاع لونا. كلامنا النهارده عن برايمر لونا، ليه اشتريت برايمر لونا وبستخدمه في ايه، رغم ان في ناس كتير قالت ان البرايمر ده مش حلو قوي، وانا اشتريته من مشترياتي في كارفور، وهسيب لكم لينك الفيديو بتاع مشترياتي في كارفور تحت علشان تشوفوه تعرفوا ايه الحاجات اللي موجوده في كارفور وانا اشتريت منها. البرايمر ده كنت جايباه بحاجه و80 تقريبا من كارفور، تقريبا هتلاقوا السعر في الفيديو بتاع مشترياتي من كارفور، لان انا مش فاكره دلوقتي بصراحه. ايه بقى، ايه حوار بقى البرايمر ده؟ طبعا في فيديوهات كتير انا اتفرجت عليها بيقولوا ان البرايمر ده مش حلو قوي وما بيعملش الحاجات اللي مكتوبة عليه وكده، وفي ناس تانية بتقول عليه حلو وكده. فايه بقى، ايه رأيي انا الشخصي فيه؟ انا اقول لكم بصراحة، البرايمر ده مكتوب عليه ان هو ماتيفاينج ميك اب بيز، ومكتوب عليه كمان ان هو بيخفي البورز او اللي هي المسامات يعني بيقفلها وكده. طبعا البرايمر ده ما بيعملش اي حاجه من الحاجات اللي مكتوب عليه دي، عشان بس نبقى ايه متفقين. طب امال انا جايبه ليه وبستخدمه ليه؟ بصوا يا بنات، البرايمر عامه ماشي الكتير وخاصه السيليكون او البرايمرز بالذات بتاعه المسامات، اوكي، زي مثلا ثواني، زي مثلا بيبي سكين او لوريال الفيلوبل او اللي هو بتاع بينيفيت او اي حاجه من البرايمرز دي. كتير منها بنات او الاستخدام الكتير منها بيبوظ الوش. ليه؟ لانه بيفتح المسامات اكتر. ليه؟ هو ايه وظيفته البرايمر؟ البرايمر بيدخل جوه المسام وبيملاها وبيخلي وشك كله حته واحده، تمام؟ مع الوقت ومع الاستخدام الكتير البرايمر دي بتوسع المسامات، فاصلا غلط غلط ان احنا نستخدمها كتير جدا، دي حاجه غلط جدا، تمام؟ فانا مثلا بيجي لي بنات في السواريات وكده وشهم ما شاء الله الله اكبر، مش محتاج اي شيء، يعني وشها جميل وشها حلو جدا، مش محتاجه بقى ولا سيليكون جامد يعني، ولا حاجه تخفي البورز وكده، يا دوبك محتاجه حاجه تخلي وشها ناعم، حاجه تثبت الميك اب. البرايمر ده بيعمل كده، هو فيه سيليكون برضو عشان بس تبقى، بس مش زي التانيين دول، اخف يعني، ده يعتبر برايمر خفيف ممكن تستخدميه حتى كل يوم، هو فيه سيليكون برضو بس خفيف. والله انا من نفسي ما استخدمش برايمر كل يوم، يعني برايمر كل يوم ده حاجه اوفر بصراحه، ده انا شايفه كده، دي شخصيتي ودي وجهه نظري. لكن انا بتكلم ان البرايمر ده حلو للبنات اللي ما فيش في وشها حاجه، انت عايزه مجرد حاجه تخلي وشك ناعم وحاجه تخلي الميك اب يثبت معاكي، البرايمر ده بيعمل كده، ده هيخلي الميك اب يثبت معاكي. يعني مع الناس الدهنيه في حدود 4 ساعات قليل، بس ممكن لو ثبتي بودره معاكي. الناس اللي بشرتها عاديه، الناس اللي بشرتها ما فيهاش مشاكل، البرايمر ده حلو جدا، هيقعد معاكي وهيثبت لك الميك اب. لكن هو ولا هيخفي البورز ولا هيخليكي ماتيفاينج ولا الكلام ده خالص، لكن هو بيثبت الميك اب. انا بحبه بيثبت الميك اب وبيخلي الوش ناعم جدا، بيخلي الوش ملمسه جميل 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 جدا. فده انا شايفاه حلو للبنات اللي وشها تبارك الله ما فيهوش مشاكل، مش محتاجه برايمرز اللي بتخفي البورز واللي فيها مكونات كتير تاذي البشره، فده يعتبر برايمر خفيف وسعره حلو كمان، ما تنسوش ان ده سعره كمان حلو جدا بالنسبه للبرايمرز التانيين. يعني اللي هو البينيفيت تقريبا عامل 400 جنيه، اللوريال انفيلابل ده عامل تقريبا 265 جنيه، يعتبر غالي جدا طبعا. البيبي سكين ب 180 جنيه،
فكل البرايمرز تعتبر غاليه. في البرايمر ده يعتبر سعره حلو في متناول ايد البنات، فالبنات اللي ربنا يبارك فيهم وشهم حلو ومش محتاج حاجات كتير تدارة، البرايمرز ده حلو، البرايمر ده حلو جدا. يعني انت عايز حاجه تثبت لك الميك اب، بس هيثبت لك الميك اب وهيخلي الميك اب يعمل معاكي حبه كويسين حلوين. لكن هو مش بيخفي، عشان نبقى واضحين، هو مش بيخفي البورز ومش بيخلي الوش ماتيفاين. فانا بستخدمه لنفسي بصراحه، يعني انا بستخدمه لنفسي. انا ما بحبش استخدم البرايمرز التانية التقيله قوي بجد، يعني غير بقى لما يكون وشي تعبان قوي يعني، ومحتاجة فعلا ان انا احط بقى حاجة سيليكوني جامد تخفي لي البورز او كده، بستخدمهم. لكن في العادي اي مناسبة عادية انا بستخدم لونة ليا انا شخصيا. وممكن ساعات لو مثلا بقى في عز الصيف، معلش بنت سامحوني البرد عامل عمايله، لو في عز الصيف بقى تمام. ممكن اعمل ايه، اخد مثلا حبه من بيبي سكين او حبه من اللي هو بصراحه لوريال اكتر، لوريال انفيلابول، وبحطهم على التي زون، وبقيت وشي بحط عليه لونه برضو عادي جدا. ده عشان انا بس يعني الحمد لله بشرتي مش ناقصه يعني، فبحاول اقلل من البرودكت اللي انا عارفه ان هي مضره شويه للبشره يعني. بس ده كان كل الحوار وكل الموضوع بتاع لونا، انا بستخدمه في ايه والمين وهو بيعمل ايه. ده رأيي فيه بصراحة جدا، وبرشحه ولا لا. انا قلت لكم انا برشحه للبنات اللي وشها مفهوش مشاكل، حلو جدا، هيعمل لك انتي محتاجة حاجة تثبت لك الميك اب، هيثبت لك الميك اب حلو. بس هي دي كل الموضوع. وسعره قلت لكم حاجه و80 تقريبا، عايزين تعرفوا سعره بالظبط ارجعوا للفيديو بتاع مشترياتي من كارفور، هتلاقوا سعره بالظبط في الفيديو. ويا رب اكون في التوك يا بنات باي شيء. واستنوا بالمره هوريكم الملمس بتاعه هو عامل ازاي. هو بصوا تحس ان هو مش عارف، تحسوا ان هو سيليكوني شويه مع كريم، يعني سيليكون مع كريم، اللي في الاثنين معينين. مثلا لو وريتكم البيبي سكين هتلاقوه سيليكون 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 على ابوه، يعني بصوا حتى بصوا عامل ازاي، ما بينزلش اصلا سيليكون خالص، يعني في فرق اهو بين الاثنين. يا رب يكون واضح عندكم ماشي. طبعا ده اسهل بكتير، السيليكون بتاع البيبي تقيل تقيل جدا، بتاع ميبيلين جامد قوي، ده خفيف، يعتبر خفيف على البشرة، عشان كده انا بحبه بصراحة. في ناس هتتفق معايا وناس هتختلف معايا، ده رأيي الشخصي وعن تجربة، مش بتكلم كده وخلاص. يا رب كون في التوك يا بنات، يا رب يا رب يا رب يا رب. وما تنسوش سبسكرايب للقناة، اشتركوا فيها لو عجبتكم، وقلبوا في الفيديوهات كده ممكن تلاقي حاجات تانية تعجبكم وتستفيدوا منها. واشوفكم على ألف خير ان شاء الله بإذن الله في فيديو جاي. باي باي.